صباح الأمل، صباح التفاؤل. أهلا بكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من برنامج مفتاح الأمل. صباح الخير يا فادي. صباحك فل يا شروق، يسعد صباحكم من خلال برنامج مفتاح الأمل. النهارده معانا فقرة مهمة جدا حول الاقتصاد والتحول الرقمي لضيفتنا اللي مشرفانا في الاستديو الدكتورة رهام. أهلا بحضرتك معانا. أهلا وسهلا. العالم كله بيعيش ثورة تكنولوجية هائلة خلت العالم عبارة عن قرية كونية صغيرة. خلونا نتكلم عن الثورة التكنولوجية اللي بنعيشها، وهي هدفها نبيل جدا، وهي هدف تخفيف من المواطنين وتقديم الخدمات لهم بسهولة جدا. يسعدنا أن نتحدث في هذا الموضوع مع الدكتورة ريهام ممدوح، مدرسة الاقتصاد بأكاديمية السادات للعلوم الإدارية. أهلا بحضرتك يا دكتورة ريهام، نورتينا. أهلا وسهلا. أهلا بيك. خلينا في البداية نعرف السادة المشاهدين ما هو الاقتصاد الرقمي، وإيه البنية التحتية اللازمة للتحول الرقمي ده. تمام. إحنا مجملا كده الأول بنقول إن الاقتصاد الرقمي هو عبارة عن الاقتصاد القايم على المعلومات، يعني في مجمل عملياته قايم على المعلومات، وفي أغلب خطواته قايم على استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات اللي ألغت الحدود والحواجز بين الدول، وخلي تدفق المعلومات ورؤوس الأموال والسلع والخدمات ممكن بين كل الدول بعضها وبعض وفي أي وقت. ده باختصار اللي هو مفهوم الاقتصاد الرقمي. الاقتصاد الرقمي قايم على ميزتين، يعني في ميزتين مهمين جدا. أول ميزة فيه إن هو داخل في كل الأنشطة الاقتصادية، كل الأنشطة الاقتصادية داخل فيها ومعتمدة على الاقتصاد الرقمي. الميزة الثانية والمهمة واللي هي تعتبر أساس الفكر الاقتصادي بقى في الجزئية دي، إن هو قايم على استخدام العنصر البشري، العقل البشري. تمام. فيعتبر دي اكتر حاجتين بتميز الاقتصاد الرقمي، وعشان كده احنا دايما لما بنيجي نتكلم بقى في الناحيه من الناحيه الاقتصاديه بنقول ان النقله النوعيه اللي حصلت في ادخال التغير التكنولوجي كعنصر من عناصر او كمحفز من محفزات النمو حصلت لما تم اكتشاف دور الابداع والابتكار في ازدهار الاقتصاد و النمو الاقتصادي. طب انا حابب اعرف منك اكتر يا دكتوره، هل الاقتصاد بيكون ليه طبعا عوامل مؤثره في الصناعه والزراعه والعديد من المجالات، فهل دوت خلى استيعاب ان المصريين قادرين على التطور ده؟ شوف، هو الاقتصاد داخل زي ما احنا اتفقنا، هو داخل في كل الانشطه الاقتصاديه. تمام. فكره ان هو داخل في كل الانشطه الاقتصاديه او اهميته دي حاجه، وقدره الناس على استيعابه دي حاجه تانية. يعني ان هو داخل في الانشطه الاقتصاديه ده امر يعني حتمي. طب يعني احنا عايز اوضح الاهميه الاول، وازاي ان هو بيدخل في العديد من المجالات زي الصناعه والزراعه او التجاره. حابب اوضح كده بشكل مختصر. طيب احنا عشان بس ما ننساش النقطه اللي كانت سالتني فيها استاذ الشروق، اللي هي البنيه التحتيه. يعني انا هتكلم على النقطه دي يعني بعد ما ممكن ارد على الجزئيه بتاعه الانشطه الاقتصاديه، اتكلم بعد كده على البنيه التحتيه. الجزء بتاع الانشطه الاقتصاديه دلوقتي احنا لما بنيجي نتكلم على نشاط مثلا زي الزراعه، هناخد مثال يعني عشان نقدر نعرف اهميه الاقتصاد الرقمي في نشاط زي الزراعه. انت عندك الانشطه دي قايمه على فكره التنسيق، انك تعمل عمليه تنسيق. يعني ايه تنسيق؟ يعني ما تنتجش انتاج انت مش محتاجه وتقلل من انتاج انت محتاجه. طب انت هتعرف منين اذا كنت انت محتاج الانتاج الكبير ده في مثلا منتج زي الرز مثلا، تمام، ومش محتاج انك انت تنتج كتير في منتج تاني؟ خلاص، لازم يكون عندك الحاجات دي بتبقى عبارة عن معلومات. معلومات يعني ايه بقى اقتصاد رقمي في الجزئية دي؟ انت لازم يبقى عندك قاعدة بيانات، تمام، محترمة. تكون القاعدة دي بتبين لك اللي انت الـ الاحتياجات بتاعتك، تكون انت في القاعدة دي مبين الاحتياجات بتاعتك، وتكون مبين انت امكانياتك ومواردك الاقتصادية ايه، بحيث ان انت تستغل الموارد الاقتصاديه بتاعتك لتلبيه الاحتياجات. صح ولا لا؟ ولا احنا ننتج احتياجات احنا مش محتاجينها ويبقى في عندنا عجز في احتياجات تانية، ويبقى عندنا هدر، تمام، وفي نفس الوقت عندنا عجز. خلاص. فقاعده البيانات دي مهمه جدا علشان خاطر دي دخلها بقى في الزراعه، دخلها في الصناعه، دخلها في اي مجال من او اي نشاط من الانشطه. يبقى مهم انك انت يكون عندك قاعده بيانات وتقدر ان انت بناء عليها تنتج ما تحتاجه وبالقدر اللي انت محتاجه، وتقدر تعرف انت كمان هتصدر قد ايه من الانتاج بتاعك، بحيث ان انت ما يبقاش عندك انتاج زياده ولا يبقى عندك هدر. طب هل قاعده البيانات دي
هل بتكون مثلا ثابته في حاجات مجالات معينه ولا بتكون بتختلف بنسب متفاوته؟ يعني طبعا لازم هتختلف من مجال للتاني، يعني اللي هتحتاجه في النشاط الزراعي مش هو اللي هتحتاجه في الصناعي وهكذا. تمام. بالنسبه لجزئيه البنيه التحتيه طبعا، لان دي مهمه جدا، يعني البنيه التحتيه الرقميه اللي احنا بنتكلم فيها لازم طبعا اي دوله يكون عندها علشان تقدر تدخل في التحول الرقمي والاقتصاد الرقمي لازم يكون عندها بنيه تحتيه قويه. من اكتر الحاجات الداعمه للبنيه التحتيه ان يبقى عندك اللي هي حاجه اسمها الكابلات الفايبر اوبتكس، اللي المفروض ان انت بتوصلك بتعمل على توصيل الانترنت فائق السرعه. تمام. وبالتالي لو الكابلات دي المفروض تكون ممتده ويعني في كافه انحاء الايه البلد، يعني في على مستوى المحافظات كلها، علشان اقدر ان انا اوصل خدمه الانترنت لكل الايه لكل المحافظات ولكل الناس ولكل الشركات والمؤسسات، وبالتالي ان انا اقدر ان انا اعمل التحول الرقمي. طبعا الاقتصاد الرقمي بدا من محافظه بورسعيد، عايزين نعرف هياخد قد ايه وقت علشان الناس تستوعب. لا، ياخد قد ايه وقت عشان الناس تستوعب؟ دي عمليه محتاجه توعيه ومحتاجه ثقافه. تمام. يعني انك انت يعني احنا بادئين في الموضوع ده، يعني لما نبدا ان احنا يعني ننشئ مدارس تكنولوجيه دي خطوه مهمه. اما نبدا في التعليم دلوقتي بدانا نتحول من التعليم اللي هو التقليدي، تمام، لادخال بقى النظام اللي هو التابلت ونبدا طبعا احنا ازمه كورونا اجبرتنا اجبارا على اننا ايه ندخل في التعليم، جزء من التعليم يبقى اونلاين، تعلم عن بعد اللي هو الاونلاين. كل الكلام ده هيشكل وعي اللي هيخلي بعد كده الناس تقدر ان هي تستوعب القصه. طيب تاثير ازمه كورونا في سوق العمل في مصر، شايفه ازاي ممكن يكون سوق العمل في مصر في استمرار حاله الازمه؟ شوفي، مش سوق العمل في مصر بس، يعني ازمه كورونا دلوقتي غيرت الفكر. انا عايزه اقول لك ان يعني دايما الازمات بتعمل تاثير في سوق العمل بشكل كبير جدا. يعني احنا عندنا مش بس الازمه اللي هي الاخيره اللي هي ازمه كورونا، لا، ده انت عندك الازمه الاقتصاديه العالميه 2008، عندك الثورات الربيع العربي اللي حصلت دي كلها كل اثرت في اسواق العمل، عندك الازمه الحاليه اللي هي ازمه كورونا. كل ما بتحصل ازمه كل ما بنكتشف اهميه الاقتصاد الرقمي، لان الناس بتحصل عندهم فقد للوظائف نتيجه هذه الازمات. بيحصل ايه؟ بيحصل فقد للوظائف، ولما يحصل فقد للوظائف الناس تبدا تدور على بديل. ايه البديل لفقد الوظائف اللي هي التقليديه اللي هم بيروحوها وبيجوا منها وكلام من ده وبتاع؟ ان هم يبداوا يلجاوا للوظائف عن طريق الايه الاونلاين او الوظائف العمل عن بعد. تمام. وبالتالي انت عندك الازمات بتغير لك من هيكل سوق العمل، بتنقلك من السوق التقليدي الى السوق الايه اللي هو العمل عن بعد او الرقمي. طيب انا حابب اعرف من حضرتك يا دكتوره، هل دلوقتي ان كل التعلم سواء في المدارس او في الجامعات او في كل شيء اصبح تحول رقمي، فهل سرعه الانترنت في مصر هتسمح بالتغير ورقمنه الدوله طبعا من قبل ارشادات فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي؟ شوف، احنا في بقى دلوقتي، يعني لو انت جيت سالتني السؤال ده من كام سنه فاتوا كنت هقول لك لا مش هتسمح، لكن دلوقتي في جهود بتتعمل من وزاره الاتصالات والتكنولوجيا المعلومات. لا، في جهود كويسه جدا. يعني انا يعني اخر حاجه كانت التطورات اللي حصلت ان سرعه الانترنت زودوها اربع مرات خلال سنه 2019. تمام. يعني كمان ان هم عندهم تطلع انها توصل ل 40 ميجا بايت في الثانيه، وعملوا شغل يعني وجهود طيبه جدا في الموضوع ده. وبالتالي انا شايفه ان هي احنا ممكن ان احنا سرعه الانترنت عندنا تسمح لنا بالتحول الايه الرقمي. دي نقطه. النقطه الثانيه، انت عندك زي ما اتفقنا واتكلمنا في موضوع البنيه التحتيه، ان كل الكلام ده داخل ضمن البنيه التحتيه. لما جينا اتكلمنا في كابلات الفايبر اوبتكس كمان بيدعم البنيه التحتيه، عندك الاقمار الصناعيه اللي بتساعد في وجود سرعه الانترنت، اللي هو القمر الصناعي تيبا 1 تم اطلاقه العام الماضي، وده كان هدفه ان هو يساعد في توصيل الانترنت ويبقى جنبا الى جنب مع اللي هي كابلات الفايبر اوبتكس، لان كابلات الفايبر اوبتكس صعب جدا جدا انك انت توصلها بكافه المحافظات، لانها هتاخد منك مبالغ باهظه. يعني ايه الفوائد اللي هتعود على المواطن من الاقتصاد الرقمي، وفي نفس الوقت ايه الفوائد اللي هتعود على الحكومه؟ شوفي،
الفوائد اللي هتعود على الحكومه، يمكن احنا قلناها ضمنيا كده واحنا بنتكلم، لما جينا اتكلمنا وقلنا ايه، قلنا ان هو بيأثر على الانشطه الاقتصاديه كلها. لما جينا قلنا ان هو داخل في الاقتصاد الرقمي، داخل في الانشطه الاقتصاديه كلها، واتكلمنا على ودينا مثال على نشاط الزراعه، انك انت المفروض انك بتوجه انتاجك صح، بتوجه تصديرك صح، بناء على المعلومات السليمه واستنباطك للمعلومات اللي انت عايزها، تمام، هتنتج انتاج سليم، هتصدر تصدير سليم، هتبقى كل شغلك قايم على وقراراتك المتخذه قايمه على معلومات وبيانات سليمه، تمام، وبالتالي هتزود انتاجيتك، يعني انتاجيه الانشطه الاقتصاديه هتزيد والارباح هتزيد والهدر هيقل، تمام. ده على مستوى الايه، ده على مستوى الدوله ككل. على مستوى المواطن، انت بالنسبه لك دلوقتي لو كل حاجه قدرتي انك انت تدفعيها مثلا اونلاين، الحكومه الالكترونيه على سبيل المثال، خلاص يعني دفعتي فواتيرك ودفعتي اشتراكاتك، دفعتي تجديد الرخص بتاعت العربيه، هتسهل عليك كمواطن، هتسهل عليك كمواطن، هتسهل عليك الوقت والجهد، هتوفر، هتقلل جدا موضوع الفساد بقى، واللي هو الايه، الفلوس اللي ممكن نروح لازم عشان نخلص ورقنا نقعد ندفع في حاجات غريبه كده، يعني رشاوى ولا يعني اكراميات ولا كلام من ده ولا بتاع، الكلام ده كله مش هيبقى موجود. طب انا حابب اعرف من حضرتك يا دكتوره، هل دلوقتي التحول الرقمي هيكون زي الدول الاخرى؟ يعني دلوقتي امريكا واوروبا والعالم الغربي، هل هنقدر يكون في عندنا تقنيات بجوده نفس التقنيات دي، او ايه اللي ممكن نعمله؟ رسالتك للحكومه ان هي تستخدم مثلا تقنيات معينه. انا هقول لكم على حاجه دلوقتي، يعني هل نتوقع مثلا ان دوله زي دوله الهند كان ممكن اقتصادها يسبق دوله زي مثلا انجلترا، او يعني هل احنا كان ممكن ان احنا نتوقع حاجه زي دي؟ لا، هي دلوقتي اقتصادها بقى اصبح ايه، اصبح سابق، تمام. ليه بقى؟ هي معتمده على الاقتصاد الرقمي بشكل كبير، تمام. يبقى اذا ده مؤشر يدينا امل ان احنا نقدر ان احنا نتفوق في المجال ده، ويبقى المجال ده بالنسبه لنا ميزه تنافسيه. بس ايه، دايما احنا بنقول ايه، ان دايما في تحديات، يعني عشان احنا نقدر ان احنا نقدم الخطوه لقدام، يبقى لازم ان احنا نتجاوز التحديات اللي عندنا. ومن ضمن التحديات اللي عندنا دي ان احنا اسعار الخدمه عندنا مرتفعه بالنسبه للسعر العالمي، اجور العماله اللي عندنا منخفضه، هي ميزه وعيب في نفس الوقت، لان العماله دي انت يعني كفاءات اللي عندك، اللي هم الشباب المحترم الخريجين الجامعات اللي هي الحاسبات والمعلومات اللي عندك، بيحصل لهم نزوح للخارج، لانهم بيدوروا على المرتبات الايه؟ اكيد المرتفعه، واحنا عندنا مرتبات منخفضه، في حين ان الدول الثانيه بتيجي تاخد يعني بتخلي الشباب عندنا يشتغل عشان المرتبات ايه، منخفضه، تمام، عندنا، فبالتالي هم بتشغل لك الشباب اللي عندك، بس في كفاءات بتطلع بره. فانا عايزه الكفاءات ديت ما تطلعش بره، ماشي، وفي نفس الوقت عايزه ازود الكليات بتاعه الحاسبات والمعلومات، خلاص انا لازم ادرك ان مستقبل الاقتصاد الرقمي، فلازم ازود الكليات الحاسبات والمعلومات، الاقسام بتاعه الحاسبات والمعلومات داخل الكليات الاخرى، تمام. فكل الكلام ده كله لازم ان انا ابقى مراعيه. يعني عندنا مجموعه من التحديات، زي ما قلت انا سعر الخدمه، زي ما قلت طبعا ارتفاع، او يعني اقصد انا اسفه، انخفاض قيمه العمله بتاعتنا، ده برضو يعتبر من عامل مؤثر طبعا، وبيأثر لك في اسعار الخدمه، وبتبقى عامل لود على الشركات، يعني المركز المالي بتاع الشركات. طيب التحول الرقمي ده مش هيكون بيقلل من العداله؟ بيقلل من العداله بمعنى ايه بقى؟ العماله. العماله بيقلل من العماله، ما هو احنا هو بيقلل من العماله الغير ماهره، لكن هو يعني هو بيعمل لك حاجه اسمها ايه، تحول في سوق العمل. يعني ايه تحول بقى في سوق العمل، او في هيكل سوق العمل؟ يعني يشيل بقى، او يحصل ايه، انخفاض في الطلب على العماله الغير ماهره، وانخفاض وزياده في الطلب على العماله الماهره، او العماله اللي هي التكنولوجيه. فهو ده بقى التغير في هيكل ايه، سوق العمل. فانت محتاجه انك تعملي بقى تدريب، ومحتاجه انك انت تعملي تعليم وتدريب، محتاجه تعملي توعيه، يعني محتاجين شغل جامد علشان خاطر ان احنا نقدر نستوعب زي ما استاذ فادي قال، نستوعب التغير اللي بيحصل او التحول الرقمي ده. طب انا حابب كمان اعرف من حضرتك يا دكتوره دلوقتي، يمكن انت وضحتي حاجه مهمه جدا، وهي القضاء على الرشاوي والمحسوبيه. هل من خلال التحول الرقمي ورقمنه الدوله هيكون في تقليل لدوت،
هل ده بالفعل هيكون؟ هل في بعض مثلا هيكون في بعض التقنيات ان كل مواطن له يوزر نيم وباسورد وفي مراقبه من خلال الدوله؟ طبعا لان الرقابه الاداريه هتدخل في الموضوع. عندك ال ال يعني الموضوع ده هيتم ضبطه بشكل تلقائي، مش هقول لك ان هو يعني هيبقى فيه نسبه مثلا للفساد، لا مش هيبقى فيه ان شاء الله نسبه للفساد لو تم صح، يعني لو تم ان ما فيش مقابله ما بين المواطن وما بين الايه الموظف. هو موظف قاعد على مكتبه في وحده تحكم ما، او في خلاص الموضوع يعني مدن الذكيه بقى يعني الاعتماد على التكنولوجيا بشكل اساسي هيخلي ما فيش اصلا اي التقاء ما بين الموظف وما بين العميل، وبالتالي هياخد منك ازاي رشوه او هيبقى في فساد ازاي. بس لو تم بشكل ايه؟ بشكل سليم. بشكل سليم. نشكرك دكتورة ريهام، نورتينا في مفتاح الأمل النهاردة. ولكن بصفتي نائب رئيس لجنة الإعلام بإئتلاف شباب الصعيد، أتوجه بخالص الشكر والتقدير بجميع القيادات اللي بتدعم إئتلاف شباب الصعيد، وخاصة وزارة الشباب والرياضة. إئتلاف من ضمن أهدافه دعم مؤسسات الدولة وتوعية، طبعا من ضمن أهدافه وتوعية الاجتماع. وزارة الشباب والرياضة ضمن أهدافه دعم مؤسسات الدولة، وهو على رفع درجة الوعي الثقافي والاجتماعي لأبناء محافظات الصعيد. بنشكركم. هنطلع دلوقتي معانا تقرير عن قرية من قرى مركز أبو تشت، بالتحديد عن نجع على طسنة. أتمنى من السادة الرموز لما ربنا يحالفك الحظ بمسؤولية كون قد الأمانة دي، ولما توعد كون قد الوعد، لأن الوعد دين والدين ما سدهوش إلا الراجل. انا مش هتكلم اكتر من كده، ولكن هسيب التقرير هو اللي يتكلم. بشكرك يا دكتوره، نورتينا وشرفتينا من خلال سهل. برنامج مفتاح الامل، وبضم صوتي لصوتك، وان ان شاء الله هنشوف حاجه خير ومبشره من خلال بكل توجيهات اللي بيقوم بيها فخامه الرئيس. في انا بقول دايما ان مصر الحديثه. انا بشكرك جدا. هنخرج للتقرير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جولتنا النهاردة جولة في محافظة جنة، مركز أبو تشت. طبعا في نجع من نجوع مركز أبو تشت. هنشوف دلوقتي في بعض المشاكل في نجع لطسنة. هنشوف دلوقتي يا جماعة قد إيه هم أهل القرى بيعانوا من بعض المشاكل اللي احنا هنشوفها ونسمعها دلوقتي مع بعض. معانا ومعاكم النهاردة دلوقتي هنشوف مع بعض الحاج عبد الله. أهلا بك. أهلا بكم. زي الحال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عندنا احنا قرية نجع لطسنة في مركز أبو تشت، يعني محتاجين حاجات كثيرة ومحدش سائل فينا والله. عندنا حكاية المواسير بتاعت المية من ساعة ما ولدنا ما تغيرتش أبدا، محدش غيرها يعني في البلد خالص. وموضوع الكهرباء برضو اللي عندنا محول، عدد السكان كتير قوي عليه، فاحنا نطالبه بمحول تاني جنبه، يعني لأنه جايب من عند قرية الحبيل لحد ما توصل الترعة النشيء الغربي حوالي 2 كيلو. ده على محول واحد. طبعا هو شغال مش مشغالش، بس القدره ما مكفيش الايه المسافه الطويله دي، يعني المسافه الطويله برضه لازم عاوز ايه محول ثاني جنبيها يعني عشان يساعد. وبعدين نطالبه بوحده صحيه برضه. لا اتكلم بحاجه واحده، ما فيش خدمات في قريه لطاسنه خالص، لا تعليميه ولا صحيه. يعني المستشفى عندنا تعتمد حوالي 4 كيلو أبو تشت من ناحية لطاسنة، عشان واحد يكون تعبان أو يديه مستشفي بياخد وقت. بس أنا عايز أوصل صوت مثلا المواطن البسيط. أنا مثلا عندي مثلا في اليوم 100 اللي أنا بشتغل بيها، مثلا عندي كم فرد في البيت، كم عنده مية أو الكهرباء أو صورة دي. ليه أنا مثلا في بعض الموظفين في الشؤون بيبقى عائق لي؟ يعني أنا بتكلم مثلا على وحدة الـ قصير بخانس، يعني قرية نجع لطسنة تابعة لوحدة قصير بخانس، الوحدة اللي هي الشؤون الاجتماعية. أنا مرة رحت لها زيارة في الأسبوع اللي فات، لقيت زحمة ولقيت الموظفين ما فيش حد بيسأل في حد. طب ليه يعني؟ بالنسبة للصرف الصحي والغاز، طبعا جات ليني الشغل، أمر الشغل. بس دلوقتي بالنسبة للأرضاي في اختلاف. بالنسبة في رزقة قبلينا هنا جابوا لهم الصرف الصحي وعملوه على المشاريع املاك الدولي. دلوقتي هم بيطالبوا انه نحن نعملوه على المجهود الذاتي. رفعنا الورق دي للسيد المحافظ بتاع جنين، فقال لك الموضوع دي نصه
على البلد ونص على الحكومة. دلوقتي النجوع دي كثير علي، والناس هنا فقراء، مين معاه فلوس ثاني يدفع فلوس؟ معايا أنا كان قراب في المنافع من جدود الجدود، أنا ساكن فيه، وبدأوا يأخذ البالك لما جاء الهدد. طبعا قاموا رحم هدمينه واخذ البالك، وأطفال كانت فيه وناس كانت فيه واخذ البالك، وبدأوا خربوا واخذ الغيث. الآن ليه ما هذا مش كل الأماكن اللي حاليا اللي أطلبها حاليا منافع الدولة أصلا، مش يهد الناس. أنا من ضمن قراط، كله قراط واحد هدوه واخذ البالك بعد ما بنيه وساكن فيه أنا وعيالي. ما مش معترض على أملاك الدولة، يعني مفروض عليك أن يهدوا كل الناس في أملاك الدولة، مش يهدوا الناس وناس لا. النهاردة الطريق لها 25 سنة، كل 20 متر لازم أوقف في المقطع. النهاردة بنطلبوا على الطريق، النواب تقول لك في خط في صرف صحي ينزل لقاسمي. النهاردة لي 20 سنة في الكلام، ليه؟ عشان هم كلهم كذابين. النهاردة عدة في لقاسمة في كام يافطة في لقاسمة في الشارع، ما فيش نائب صادق في كلمته، دي ياخد مصلحته وما حدش يشوفه تاني. عشان اوصل ابو تيش بينه وبين ابو تيش 2 كيلو اخدها في نص ساعه. طب وفين النهارده تروح تطلب الراجل المسؤول كان نائب او غير نائب يقول لك يا بنت ازاي هسفلت لك وازاي عاوز خط صرف صحي؟ والله الكهرباء النفوه بعيد ياخذ الشهر من باقي حق الكهرباء، عاوز 500 وعاوز 600 وما فيش دخل ابدا. أيوة دخل ما فيش، يعني معي 4 افراد ما فيش دخل، لا وظيفي ولا دخل من برا، وجاكيت عندي 60 سنة، وعاوز كل شهر عاوز الكهرباء 500 600، القبض من السيسي كام 500 مكملاش، عاوز فوقي والمي كزالة، ما فيش دخل ولا حدا خش علي من برا، يعني الغلا عم على الكل. أنا رجل شغال أمن بعرف القاهرة، يعني بمعنى أصح بواب، باخذ 1500، أجيب من فين التصالح ده؟ معايا 6 5 عيال في المدرسة، المصاريف بتاعتهم زادت، الابتدائي 310، الاعدادي 210، الثانوي 500، دول عايزين 1500، انا بشتغل ب 1500 في الشهر، هجيب ال 1500 اوديه للمدرسه وبلاش اكل وشرب. بعد ان استمعنا الى تقارير اهل القرى قد ايه هم بيعانوا، ونتمنى من الساده المسؤولين النظره الى اهل القرى. شكرا، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.